من برج العرب عقب انتهاء مباراة المصري ومازيمبي والتي انتهت بفوز النادي المصري بثنائية نظيفة عقب المباراة يسعدني ان يكون معي مباشرة الكابتن عمرو موسى كابتن ببارك لك النهاردة على اول فوز في دور المجموعات وبنقول ثلاث نقاط مهمين جدا ويقول لي انطباعك عن المباراة والله في البدايه بنقول مبروك مليون مبروك لجمهور النادي المصري العظيم اللي هو النهارده قطع مشوار كبير جدا من بورسعيد لبرج العرب انت عارف المسافه كبيره الحمد لله ان احنا فرحناهم وراجعين فرحانين ان شاء الله الحمد لله ببارك لهم وبارك زمايلي وبارك الجهاز الفني ومجلس الاداره ان شاء الله ديت احنا عارفين ان احنا كنا مقصرين الفتره اللي فاتت والحمد لله ان احنا فرحناهم النهارده ومشدين البدايه ان شاء الله نوعدهم اننا اعمل حاجه السنه دي ان شاء الله حاجه تليق باسم النادي المصري وبجمهور العظيم يعني ان شاء الله نقول النادي المصري مركز في بطوله الكونفدراليه الافريقيه اكتر من الدوري المصري لا لا طبعا طبعا انت عارف ان احنا كنا مفنشين قبل البطولة الرابطة دي في المركز الرابع احنا ماتشات اتأجت لنا لينا كذا ماتش يعني فباذن الله باذن الله انت عارف كل ماتش انت بتنزله ان انت لازم تطلع كل اللي جواك عشان انت بتلعب في نادي كبير ورا جمهور كبير معانا جهاز فني محترم معانا جهاز مجلس ادارة محترم ان شاء الله نوعد جمهورنا و... و... وانا بصفتي كابتن من كابتن من الفرقه ان شاء الله نوعدهم ان احنا نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله تليق باسم النادي المصري ان شاء الله